35 جنيه ما عنديش اسعار ما عنديش اسعار ما عنديش اسعار ما انت ما عندكيش اسعار فعلا ما هو عشان ما عندكيش حاجه اصلا تبيعيها بتدمري الناس هجرب بقى اشيله بقى كده ابا على فكره شكلي غلطت غلطه عمري وساح طيب احنا فشلنا في البتاعه دي خلاص هنعمل ايه بقى هنعمل يعني على مش على ايدينا ثواني جرب رسمه تانية وهعمل كده كانها ساعه اهلا بيكم يا رب تكونوا بخير اللي عايز يسال انا ايه اللي عاملاه في شعري ده شوفوا البلاي ليست بتاعه العنايه بالشعر وفي كمان بلاي ليست او قوائم تشغيل لحاجات كتير قوي النهارده احنا هنجرب منتج من الشركه منتج عمل ضجه وعمل مبيعات كتيره قوي وهل هو امان وهل هو فعلا تاتو حلال فانتوا لما هتابعوني في الفيديوهات هتعرفوا هنجربه على الايدين هنا كده وهتعرفوا اذا كان صوت الصوت في صوت حاجه غريبه صوت حاجه غريبه بره مش عايز اقول بخاف منه بصراحه بقلق منه عملنا ماسكات وعملنا تحديات وعملنا حيل بتاعه التيك توك ودي من ضمن حيل التيك توك ممكن اجيب لكم فيديو هنا فانا هنحتاج ايه هو بيجي معاه الكارت بتاعه بالرسومات اللي انتوا بتختاروها او بيبقى الرسومات معينه موجوده فانا هجرب حاجه من الرسومات دي تمام هنختارها مع بعض دلوقتي والحبر بتاعه خلي بالك عشان الحبر ده اهم حاجه اصلا الكارت مش شرط يكون الكارت اصلا مش شرط يكون غالي بس الحبر اهم حاجه في المنتج نفسه علشان الحبر لما يكون رديء ممكن يعمل لك حساسيه او مشاكل فانا هجربه قدامك وبالمره اكون عملت تاتو جديد كده وجددت في التاتوهات بتاعتي وهنختار بقى اختار ورده من الوردات دي او رسمه من الرسمات دي ولا اختاروا معايا اكتبوا لي في الكومنتات ايه اكتر رسمه عجبتكم يعني اهي انا هقربها لكم انا اهو تمام انا هنا عامله ماسك لشعري ماسك حلو من ايفون ريحته حلوه انا لسه هشوف نتائجه وفي حاجات كتيره جربناها فادي الرسومات عجبني رسمه العروسه دي وعجباني رسمة القلب انا كنت بحب رسمة القلب وهنا بقى ده تعالوا نفتحها كده احنا هنحتاج طبعا الودانة اللي هي القطنة بتاعت الودان هنجربها مع بعض هنا كده وحاجة نحط عليها يعني حاجة نحط عليها الحبر نفسه عشان مثلا ما تبهدلناش الدنيا او كده تعالوا نفتح كده البتاعة دي ونشوفها نعمل لها انبوكسنج بقى كده ونشوفها اعملوا لايك واعملوا سبسكرايب هتلاقوا فيديوهات كتيره ونصايح كتير عن التجميل وبخبرتي كده هقدر افيدك بشكل كويس قوي قوي يعني واثقه من نفسي 1% فاكرين البنت اللي كانت بتقول واثقه من نفسي 1% الحمد لله واثقه من نفسي كتير مش عارفه عندي حاسه ان الرسومات دي احلى من دي صح ايه انا عايزه اجربها هنا انا هجربها هنا بس انا عايزه اشمر بس هنشمر وهي حاجه اللي تتلزق هنلزق ايه طب ايه اعمل دي ايه اعملها كده مثلا ولا يبقى شكلها وحش طب تعالوا نجرب دي ونشوف تعالوا نجرب الرسومات دي ونشوف ولو عجبنا حاجه الحبر موجود هي لازقه كده لازقه انا هجرب القلب وهخليه هنا كده زي التاتوهات اللي بيعملوها الناس بتوع الساحل الشرير اوبا ايه ده شكلهم زعلوا طب انا عايزه اروح الساحل الشرير طيب اهو بتلزقيها كده خلاص نحسها معوجه اوبا انا عايزه اروح الساحل الشرير يا جماعه خلاص ما تزعلوش يا بتوع الساحل الشرير التاتو الحلال ده ما بيقعدش كتير 10 ايام انا هقول لكم في الفيديوهات بعد كده قعد قد ايه عشان اول مره اجربه بس انا واثقه 100% مش 1% يعني من الحبر كتير كان حصل لهم حساسيه من موضوع الحبر ده خلوا بالكم ده حلو وعملي ومنجز انا قلت اجربه معاكم هناخد بقى الحبر ده هناخد نقطه يعني انت البتاعه دي هتقعد معاك كتير او معاك يعني حسب الرسمه الفكره في انك تختار الرسمه هناخد نقطه اهي نقطة بس كده تمام وتقفلها كويس جدا عشان ما تطبعش على اي حتة ونحطها بقى في شنطة الميك اب دي
لايك وسبسكرايب. اطلعوا انت دول. لايك وسبسكرايب. بتحطي كده على الودانه تغرقيها من الحبر نفسه. انت كده كده هتقلي الحبر تاني بس انا هنحط بالتدريج. تمام، لايك وسبسكرايب. شيء جميل ان يعني انا الحاجات دي لو عايزينها في صندوق الوصفة هتلاقوها. هنتقل الحبر. لا احنا محتاجين نتقل الحبر شوية. اوبا، انا خايفة. عارفين انا خايفة من ايه؟ انا خايفة انا عشان بصور، يعني بصور في البيت، فخايفة مش بصور على ترابيزة. خايفة جدا ان الحبر يقع على اي حاجة، بس ربنا يستر بقى. قانون الجذب ما يشتغلش المرة دي لو سمحت، ما تشتغلش. اهو انا تقلت الحبر شوية، حطيت مثلا نقطتين تلاتة كده كمان. انا ليه واثقة منه؟ لانه هو انطلب كتير قوي وناس كتيرة طلبته. اهو ناس كتيرة طلبته وما حصلهاش اي حساسية ولا اي مشكلة منه. تقدري تطلبيه ازاي؟ بكل سهولة من اللينك اللي موجود في صندوق الوصف. انا مش عارفة انتوا شايفيني وانا بعمله ولا ايه. اهو همشي على الرسمة، الفراغات اللي فيها سهلة. عايزين تروحوا تشتروه بقى من المحلات 2 جنيه ونص و7 جنيه ونص دي، وطبعا ما بيبقاش ب 7 جنيه ونص اصلا، باغلى من كده. روحوا اشتروه. انا والله ماليش دعوه، انا غير مسؤوله. يعني انا متاكده من منتجاتنا، انا متاكده من منتجات الشركه عندنا. انا هحاول اغطي الرسمه كلها احسن. طبعا الودانه بوظتها، وهسيبه ينشف شويه. كتري الحبر بقى هنا، يعني كتري الحبر على الرسمه بحيث ينشف عليها. هنسيبه ينشف شويه، نسيبه ينشف شويه ونعمل لايك ونعمل سبسكرايب. واسالوني في الكومنتات و 2000 years later هنشوف ايه اللي هيحصل وهيبقى عامل ازاي. 2000 years later. بصوا انا هحب عليه عشان ينشف، بس شفتوا بقى كل ما بينشف شويه كل ما بتقل الحبر. حاولوا دخلوا، يعني هو كده كل ما ينشف. يعني انتوا ايه، اقعدوا بقى ايه، هينشف في وقت مش كتير، يعني 10 دقايق مثلا، ممكن اقل. قولوا لي، تعالوا ندردش شويه بقى، تعالوا ندردش شويه. عايزه اقول حاجه وبسالها في كل فيديو، اغلب يعني في اجدد الفيديوهات كده. انا مقسمه القناه ومنظماها جدا بجد. انا كان عندي قناه تقريبا 28000 داخله على 30000 متابع، بيحبوني جدا ومهتمين بيا جدا. وحصل لي شويه مشاكل كده والقناه اتسرقت وعرفت ارجعها تاني، بس لما رجعتها تاني حصل ان الريتش وقع من عليها خالص وماتت، وان هم الناس بتوع التقنيات حد منهم نصحني اني اشتغل على قناه من اول جديد، وعشان كده انا بادئه من الصفر. انا ما اعرفش انتوا بتشوفوا الفيديو ده انتوا كام متابع او كام الف متابع، اتمنى تكونوا الافات يعني. فاتمنى منكم ان انتم تدعموني اكتر. لما بتعملوا لايك المحتوى بيظهر، لما بتعملوا شير بنعمل خصومات والمحتوى بيظهر، لما بتعملوا كومنت برضو ايجابي او سلبي، مش حابه كومنت سلبيه بس انتوا ممكن تقولوا رايكم في اي حاجه، اظبط الاضاءه، اعمل ايه، يعني عموما قولوا كومنت يفيد. تمام، ده بيدعم القناه وان هي تظهر لاكتر من عدد من ممكن من الناس. هنعمل لكم مفاجآت كتيره، وهنعمل لكم برودكتس كتيره، وهنجيب برودكت كتيره. انا بشتغل في شركه فيها ستور ده بيوفر كل حاجه حرفيا للبنت، المانيكير، الميك اب، السكين كير. السكين كير حتى كمان بجربه معاكم. جربنا حاجات كتيره، جربنا مصفقات كتيره، جربنا وصفات كتيره. حتى لما نجرب الوصفات انا بطمن بس ان البتاع هينشف، حتى لحد ما ينشف البتاع. حتى لما نجرب الوصفات والماسكات بنجربها بشكل احترافي، وبنجربها يعني مثلا على سبيل المثال ماسك الشوفان كويس للشعر بس بيتعمل ازاي، لازم طرق معينه. ماسك الجل الصبار ما كانش كويس مع شعري، بروتين اكوميليشن او تجمع للبروتين كتير على الشعر، بينفع ناس تانية بس اللي شعرهم قوي جدا لكن شعرهم ضعيف ومتضرر ما كانش بينفع. زي ماسك مثلا الخميرة، هنعمله مع بعض، هتشوفوه في البلاي ليست بتاعت العناية بالشعر. ده اللي انا حطاه دلوقتي واللي هو ريحته
مجنناني، ريحته حلوه قوي، ريحته حلوه بجد. يعني انت لو متجوزه اعمليه عشان شعرك كده يتشم يبقى ريحته حلوه. ابعدي بقى عن الوصفات بتاعت زيت الزيتون على زيت الكمون دي، يعني مش هيبقى حاجه جميله انك تعملي كده. حتى وصفه الخميره على الشعر هتعمل ريحه وحشه للشعر، فهنعرف ازاي نشيلها ونغسلها بشامبو كويس. فانا بقدم لكم منتج وبقدم لكم ريفيو وبقدم لكم مواصفات، بقدم لكم حتى الميك اب، بقدم لكم حتى الخدع الجديده بقدمها لكم. فهتلاقوا حاجات كتيره جدا. توصلوا لنا ازاي؟ من اللينك اللي موجود في صندوق الوصف، تتواصلوا معانا واتس من فضلكم، او عايزين تليفون مفيش مشكله بتحجزوا معايا، تتواصلوا واتس تقولوا لنا نوع الشعر او نوع البشره والحاجه اللي انتوا بتطمحوا ان انتوا توصلوا لها. والله انا بشرتي جافه وعايزه حاجه ارطبها، بشرتي دهنيه وعايزه غسول كويس ليها. يعني خليكي دايركت بليز، يعني وحاولي يعني تكوني سمبل في يعني في اسئلتك، يعني مش ايه المنتجات، طب ما انت عارفه المنتجات يعني، او مثلا تكوني عايزه تطلبي الاوردر معين وخلاص، يعني انا عايزه اطلب الاوردر معين جربته او عارفاه فخلاص هجيبه، بس انت تكوني عارفه انه مناسب ليكي. احنا بنساعدك، احنا فريق العمل عندنا من اول الدكتور اللي بيتواصل معاكي ويرد عليكي على الواتساب او على الانستجرام من اللينكات الموجوده، لما بتدوسي على العنوان هيطلع لك صندوق الوصف. صندوق الوصف فيه وصف الفيديو وفي اللينك الواتس ولينك الواتساب ولينك الانستجرام ولينك كل حاجه، حتى يعني لينا على كل التواصل، حتى لينا على التيك توك ولينا على كل حاجه. تمام، لحد ما ينشف بس ونخلص ونشوف هيعمل ايه، لسه ما نشفش. تمام، هيفرق جدا، هيفرق جدا انك تدعمينا، وهيفرق جدا ان انت تتواصلي معانا وتكوني دايركت في سؤالك، وهيفرق جدا ان انت من اول الدكتور اللي بيبقى او خبير التجميل اللي بتتواصلي معاه انا او بقيه زمايلي، لحتى مندوب الشحن اللي بيتعامل معاكي بكل احترام. ومش عيب خالص ان احنا نعمل زي تسويق هنا للمنتجات، وتكون المنتجات على عينيكي، على 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 طرف يعني، على زي ما بيقولوا على مامه عينيكي يعني سوري تبقي شايفاها. حتى يعني مش كتير بنبقى قادرين ننزل المول، او حتى لما بننزل المول مش شرط يكون حاجات اصليه، وفي مواقع والله العظيم انا طلبت منها، خشوا شوفوا الريفيوهات، مواقع كبيره جدا وتلاقوا الحاجه جايه بايظه مكسره او كده. فاحنا بنقدم لك خدمه عملاء من قبل ما تشتري المنتج لحد ما المنتج يوصلك لحد عندك في البيت وبتستخدميه وتعملي النتيجة منه. فبنساعدك على قد ما بنقدر. هل ده معناه ان كل منتجاتنا جابت نتيجة مع الناس رهيبة واحنا ما فيش غلطة فينا؟ لا طبعا، في حاجات ما نفعتش مع الناس عادي، في حاجات بس قليلة، واحد بجد ربي 1%، يعني واحد يعني عميلة واحدة مثلا، واحدة بس في المية في وسط 100 عميلة مثلا، 100 عميلة كان عندهم يعني فيدباك كويس عن منتجاتنا او عن اي حاجه بنوفرها لها، من اول قلم الروج للاكسسوارات للشامبو لكل حاجه. المحتوى التجميلي بيبقى فيه كل حاجه لازم. معلش انا يعني هو ده زي كوفي توك كده او تي توك، يعني حسب ما انتوا بتشربوه. انا مش بشرب حاجه دلوقتي، مستنيه بس اتغدى تمام ومستنيه الماسك يخلص اصلا والبتاع ده يخلص. انا هجرب بقى اشيله بقى كده. اوبا، على فكره شكلي غلطت غلطه عمري، والماسك ساح والبتاع ساح. طيب احنا فشلنا في البتاعة دي، خلاص هنعمل ايه بقى؟ هنعمل يعني على مش على ايدينا، ثواني انا هعمل على مكان انا قادرة اتحكم فيه شوية. هنشيله ازاي ده بقى؟ نشيله بالمية ولا بالكريم ولا ايه؟ انا هقدر اشيله مفيش مشكلة. هعمل كده كانها ساعه، هنجرب رسمه تانية وهعمل كده كانها ساعه، ممكن عشان انا ميلت ايديا والحبر ساح لجوه مفيش مشكله خالص عادي، ونلزق اللزقه كويس قوي عشان البتاع متحكمه فيها اكتر. فحاولي لو هتعملي تاتو في مكان مش عارفه تحكمي فيه زي المكان ده، حاولي خلي حد يعمله لك. خلاص، وهنحط الحبر كده اهو، ونستنى ينشف. بندخله في الفراغات بتاعة الرسمة. على
علشان تبقى الرسمة متساوية كده اهو. شفتوا انا جربت الحاجة قدامكم بنجاحها بفشلها، دي حاجة كويسة يعني اهو. اعملوا يمكن ده يفشل وما يبقاش حاجة كويسة، يمكن يفشل معايا، يمكن انا بشرتي عشان احطها كريم وارد ما تنفعش، بس انا هنزل الحلقة دي كاملة مش هحذف منها حاجة اهو على الفراغات اهو. هو طبعا ما لحقش يطبع في الفيديو في البتاع الرسمة اللي فاتت، بس هنحلها يعني. انا بالنسبة لي هحلها، كل حاجة وليها حل، نحاول. حاجة كويسة انك تستخدمي حاجات اصلية لبشرتك ولشعرك، بليز عشان خاطري والنبي وحياة مامتك ولا اغلى حاجة عندك، ما تستخدميش حاجة رديئة. ما تروحيش وتفرحي باللي بتقولك. هل يعقل ان منتج مستورد عالمي وسعره عالمي بيوصل ل 600 و400 جنيه حد يوفر لك منه حاجه ب 35 جنيه؟ ده 35 جنيه ما تجيش ثمن العلبه. ده معناه حاجه من الاثنين، المنتج منتهي الصلاحيه ومغيرين في الصلاحيه عادي جدا، او المنتج ملموم الزباله يعني حتى ما دفعتش ثمن العلبه، حاطط اي حاجه في اي حاجه كده، ميه بسكر بجد، ميه بسكر او ميه بملح حتى، او شويه صابون سائل حطيته في العلبه عادي. ده دردشه، انا بدردش معاكم لحد ما البتاع ده ينشف، وانا حاسه اني هنجح المره دي. الواد ده باين انه هينجح ولا ايه؟ لما تقول لك ب 35 جنيه ما عنديش اسعار، ما انت ما عندكيش اسعار فعلا، ما عشان ما عندكيش حاجه اصلا تبيعيها، بتدمري الناس. وما تقوليش انا اصلا ده شعري مش اكستنشن، حتى لو ده شعرك ممكن ربنا يكون خلقك بشعرك حلو وما كنتيش لعبتي فيه لا بروتين ولا صبغ، ما هي صغيره اصلا، هي 18 سنه بس. ده يعني سوري يعني شايفين ان بشرتها كويسه وهي 18 سنه؟ ده انا وانا 18 سنه كنت بشرتي كده، دي بنظر بشرتها متدمر حرفيا، اللي هو يعني متبهدله. اي نعم ماشي، بتمشي في الشارع وبتمشي في الشمس وكده، واقفه طول النهار ومتبهدله وشمس وتراب، ويمكن على فكره تكون بتستخدم حاجات كويسه وبتيجي عندكم كده وتقول استخدموا الحاجات بتاعتي عادي، شكلي حلو بالطرحه. انا عارفه شكلي حلو بالطرحه، ربنا يهديني بالحجاب بصراحه. ادعولي دي حاجه كويسه ان انتوا تدعولي لحد ما البتاع ده ينشف. زهقت منه على فكره، زهقت منه. ولو ما نفعش معايا بقى انا هقول لكم لا، ما يعني هو ما نفعش معايا، ممكن ينفع مع غيري بس ما نفعش معايا عادي. بس لما تيجي تشتري حاجه لبشرتك، انت بتشتري مثلا اي منتج كده ب 15 جنيه ولا مع احترامي لكل مستوياتنا الماديه، كل مستوياتنا، انا مش هقول لكم ان المستوى المادي اعلى مستوى ولا اقل مستوى، بس انا حتى في وقت من الاوقات كان مستواي المادي ما كانش احسن حاجه، وبرده ما كنتش بجيب حاجه رخيصه، ممكن كنت استنى واحوش لها، وخصوصا الميك اب، خصوصا الحاجات اللي بتخش عينك وبتخش عند شفايفك او بتخش على شعرك او بشرتك. خلي بالك انت لو استخدمتي حاجه اصلا على بشرتك ما هتمشي على دمك. والامراض اللي بتجيلنا دي بتجيلنا منين؟ ما فيش حد سليم على فكره، انا عارفه، بس احنا بنحاول نتجنب. وحاجه جميله، شكرا للناس اللي بتعمل كومنتات وبتتواصل معانا كده وبتقول لنا كومنتات ايجابيه، شكرا ليكم قوي يعني، انتوا ناس جميله. هو لسه ما نشفش على فكره، هو بياخد وقت، ده ممل، بياخد وقت. شكرا للناس اللي بتقول لنا كومنتات ايجابيه، وشكرا على كل كلمه حلوه بتقولوها وبتكتبوها في الكومنتات. وبعد كده انا هعمل يعني ريبلاي لكل كومنت كده في الفيديوهات، يعني هطلعها سكرين واقول ان ده كومنت شكرا ليه. وبس هخليه ينشف وهرجع لكم تاني، لان هو لو ما نشفش هيسرب، او ممكن نستنى الجزء التاني احسن نشوف الرسمة في الفيديوهات عاملة ازاي. ويلا سبسكرايب ولايك، واسألوني في الكومنتات عن اي حاجة عايزينها، لان ده هياخد وقت كبير قوي عشان ينشف بجد. فانتوا هتلاحظوا بقى في الفيديوهات عاملاه ولا مش عاملاه، او اتعمل ولا ما اتعملش، وايه تابعوا بقى، تابعوا في البلاي ليست وكل الحاجات دي. سلام.